زي الليلة جابوا في جريدة الدار قبل يومين ثلاثة شيخة اسمها شيخة شزة. عادي شيخة دي شيخة شيخة بتاعت ايس كريم شيخة شزة عرفتها بتاعت ايس كريم دريم ومن هذا النوع شيخة عجيبة كده شيخة شزة قال كرامتها شنو؟ هو ده موجود معايا المستند في جريدة الدار قال الكرامة بتاعتها صوفية هي قال انه اسطوانة الغاز 10 شهور ما قطعت قال واتصلنا بشركة أبرسي ده البليد الكاتب الكلام ده قال القائم بالأعمال للشيخة شزة السكرتير بتاعه وأنا ما أعرف ذاته راجل يكون دلوكة سكرتير بتاع مرة كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة راجل يكون دلوكة يكون تابع لمرأة ها ها شرك وخيابة وبطالة كمان قال وقد اتصلنا بشركة أبرسي وهنناهم قال واتصلنا قال بمدير شنو كده الغاز وهنناه قال وهذا إن دل إنما يدل إنه كرامات مكتوب كده بالجمع كرامات قال و شنو كرامات أبرز زي ما قال شيخ أبو بكر هذا عرفت كلامي؟ ده كده بساكت يا ناس ما في صوفي ولي أبدا لكن ممكن تمشي قبة معي أنت أو قبة يطلع منها لبن موية زولي كورك من جوا ده شغل شيطان عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية قال كان يأتيني أناس من الصحراء فيقولون يا إمام لقد ضللنا الطريق ضللنا الطريق فوجدنا صورتك في الهواء تقول لنا امشوا بهذا الطريق ولا تمشوا بهذا الطريق فسلكنا الطريق الذي أمرتنا به فنجينا أو فنجونا ابن تيمية يقول لهم شنو إنما ذلكم الشيطان شوف التوحيد ده كيف قال لهم ده الشيطان انت الليلة دي مجرمة ساكت تقول لكم انبوبة الغاز ما قطعت ما يمكن رحلتوا من البيت وخليتوها انبوبة الغاز ما قطعت يمكن شغالين فحم ده هوس كله كذب ساكت وبعدين ذات الولي ما بقول للناس انا عندي كرامات تعال اعبدوني يا جماعة الولي بيمسك الناس في الله شوف سيد الاولياء قال شنو عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال له ما شاء الله وشئت يا محمد قال له شنو قال لو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فكلام ده كيف وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا نستشفع بك إلى الله أو كلمة نحوها أنا نسيت الكلمة نستشفع بالله إليك أو كلمة خطأ المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتدري ما الله إنه لا يستشفع بالله على خلقه أتدري ما الله؟ ده سيد الأولياء يمسكك في الله ودال واحد يقول لك أنا مبت الغاز ما نزلت تعال عصر ليك ورعيني يا بليد يا مجرم يا طاغوت والبرى هنا يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن ظاهر وده كفر لأنه ربنا يقول لك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما حصل يا جماعة جينا تكلمنا هنا فرشنا مخلايا قلنا ادونا قروش لأنه دايرينك تصل لله ما لينا لكن الصوفي أي صوفي يعمل له حلقة وأكبر أقرب دليل الصوفي اللي كان عنده عربية صغيرة بيجي هنا تذكروا أم بتاري كبير امبارح كان هنا مش بعد ما ينتهي بياكل قروشك يبيع لك حجبات حصل عملناه يا جماعة حصل عملناه دايرينك تعبد ربنا سبحانه وتعالى تمام يا جماعة جزاكم الله خير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وبارك الله فيكم وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.